وهاد الفيديو اللي شفناه هاد الويكند هذا اللي تلقى فيه رئيس حكومة الجديد مع رئيس حكومة السابق عزيز أخنوش مع عبد الله بلكيران مشاو يترحموا بالذكرى ديال المرحوم حسن الثاني. ومعنا السي عزيز. صباح النور السي عزيز. صباح الخير. ومعنا في جهة أخرى السي عبد الله. صباح الخير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. غادي نبداو مع السي عزيز نظرا اللي هو الرئيس الحالي رئيس حكومة. السي عزيز شفنا ديك فيديو شفنا بانكم كنتو كتهضروا واحد ضحكتوا شويه ومهم بالنا بحال شي ضحكه ماشي هذيك ماشي طبيعيه. واش شنو دار بيناتكم؟ شنو الهضره اللي قلتوا؟ فعلا غادي نعاودها لك بحال الخرافه. ملي قادينا كنت واقف مع اليوم بيا جا عندي السي بن كيران شخبارك كداية مع العمل مع الدراري مع هموم الدنيا إلى آخره. قلت يعني في الأخر غادي يطلب مني يعني شي تصويرة أو أوتوغراف. لا شاف فيا مزيان طاويناتي وقال لي إيوا زيد وأنا يا خويا نتنهبا نسيت كاع راسي فين انا. وقلت مع راسي حصلت بنادم اللي ساكنني بلا هوايه وكيقعد يقول لي زيد 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 زيد. خليك معايا سي عزيز. سي عبد الله ضحكك هادشي ياك ضحكك هادشي يا سي عبد الله. قول لي نرجع لها سي عبد الله شنو وقع؟ اودي نقول لك اودي السي عبد الله طيح علينا البطل. لا شنو وقع بالضبط؟ قول لي انت شنو وقع. انا كنعرفوك ما كتبش. سمعوا لي يا اخوان سمعوا لي. لا ولكن ما تكذبش اسكت انت بلاتي. شويه بشويه الله يخليكم واحد سي عبد الله. سمعوا لي يا اخوان سمعوا لي يا اخوان. لا حد دائما كيتفلى عليا كيقول لي سي عزيز خليني دابا سي عزيز سي عزيز ما قلتش سي عزيز سي عزيز نكمل. لا سي عزيز سي عزيز الله يجزيك بخير عطيناك الكلمه دابا خلي الكلمه لسي عبد الله. تفضل سي عبد الله. سمع سي عماد بلي وصف الضريح نزلت من السيارة ديالي في الباركينغ ديال الضريح فهمتيني ولا لا؟ على ما ينزلوا المرافقين اللي كانوا معايا وكنت واقف كنشوف السيارات يعني الاخرين الكحل اللي مجاوريني في ستاسيونمون غير هكاك طلق عيني فهمتيني ولا لا؟ بنت لي فهمتيني ولا لا السيارة ديال السي عزيز حدايا. دونك ملي تلاقيتو بالصدفة اسمح لي واش بنت ليك ولا ها؟ لا بنت ليا بنت ليا بنت لي اوكي لا لا سي تفضل سي. دونك ملي تلاقيتو بالصدفة وقضينا لا ولكن قول لهم وبلاتي القضية سي ملي تلاقيتو بالصدفة وقضينا الصوب قلت له زعما زيد نتمشاو متنا وسيارتنا ايوا هو يشعل بحال البنت ايوا اللي كاين. لا ولكن ما قلت لهمش لا خلاص اسمح لي ما قلت غادي نقول لهم سي عبد الله الله يجزيك بخير. سي عبد الله تفضل سي عزيز تفضل. لا 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 لانه قال لي شي مسائل وحده اخرين ما بغاش يقول لهم دابا وحتى انا ما لقيتش نقول لهم عبر الاتي ولكني انا ميقن بانه هذاك بغى يوحي لي بانه زيد زيد وزيد زيد باش يخرج عليا واش اللي شبيني وبينك انا شبيني وبينك نقول لك زيد ولا ما زيد. خليكم ودابا الله يجزيكم بخير ودابا حنا بغينا غنفهموا دابا كتخاصموا لنا سي عزيز الا كنتي ما تقدرش تقول على الاتي تقدر دير شي ستوري اليوم في انستغرام ولا في تيك توك تقول لنا شوقا نيفا سي عماد ما فيها ما نيفا صافي ما فيها ما نيفا نهائيا ومشي في حالتي حسن. صافي شكرا لكم شكرا لكم الله يعاونكم الله يدوز محبه بيناتكم شكرا بزاف شكرا لكم شكرا.